السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نهى سليمان من قناة أكلات بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ بالليمون. هنقول المكونات بتاعتها: فراخ غسولة كويس بالملح والدقيق، وتكوني متبلة الفراخ قبلها على الأقل بساعة، وفلفل ألوان وبصل ونعناع الإضافة اللي أنا عايزة أحطها، وعصير ليمون وبطاطس قطعهم مكعبات، البهارات لورا، حبهان، ملح، زنجبيل، كركم، كاري، قرفة، فلفل أسمر وزعتر اللي هو الجاف، تمام، وطبعا الزبدة الصفراء. هنبدأ نشتغل ونقول بسم الله. هنبدأ بقى مع بعض. أول حاجة بتجيب الصينية بتاعتك، الأكلة دي سهلة قوي لو انتي مستعجلة كده وولادك جايين من المدرسة زي حالاتي دلوقتي كده وعايزة أعمل أكلة بسرعة، اعمليها مش هتاخد منك وقت وطعمها هيبقى حلو قوي. حطي كله كده. الفراخ ديت متبلة تغسليها كويس. أنا بصراحة يعني الفراخ ديت بحب اغسلها حلوة قوي واتبلها قبل ما اشتغل بيها علشان الطعم بتاعها. انت بتقطعيها حسب بردك احتياجك، يعني شوفي انت بتحبيها تقطعيها على 4 بس يستحسن على 8 علشان الفراخ تستوي بسهولة معاكي، يعني عشان نظرا ان انت مستعجلة، تمام. تبتدي طبعا تحطي البهارات بتاعتك كلها كده زي ما انت شايفة. انت طبعا عارفة مقدار البهارات اللي انت هتستخدميها، والزعتر، تمام، كلها كده على بعضها. هي هتبتدي تنزل بهان واللورا نزلتهم، والفلفل الألوان هبتدي اقلبهم كده عشان يدخلوا يتجمعوا كلهم مع بعض يعني وياخدوا طعم البهارات والملح والفلفل. زي ما انت شايفه كده بصي قلبتهم مع بعض وظبطت الصينيه بتاعتي كده. هبدا بقى تحطي بقى النعناع دوت، هيدي ريحه حلوه قوي، هي اضافه جميله وبيخلي الطعم رهيب، وكمان شكل صينيتك بيبقى حلو قوي حتى لما هتيجي تقدميها. وهرش بقى عصير الليمون لان هو الاساسي في الاكله دي، هي الفراخ بالليمون. وهحط الزبده بالشكل ده برده، هي هتسيح وهتنزل مع الفراخ والبطاطس، تمام، بالشكل اللي انت شايفاه ده. حط بقى الشرايح الليمون دي بتدي ريحه بردك مع الفراخ. واما تيجي تقدمي الصينيه بتاعتك كل الالوان اللي انت شايفاها ديت هتدي شكل حلو قوي، شكل جميل يعني بجد. ظبطها كده، ظبطي صينيتك قبل ما تدخليها الفرن عشان هو ده الشكل اللي هتثبت عليه. وانت كده كده هتغطيها عشان تدي فرصة للفراخ بتاعتك تستوي، وبعد شوية هتكشف الغطا بتاع الصينية علشان الفراخ تتحمر، تمام، الوش يعني ياخد ايه اللون الاحمر كده بتاع التقديم. هدخلها الفرن ولما تطلع هوريها لك. شايفة معايا الصينية جوه الفرن؟ فضلها دقايق وهتطلع. طبعا شكلها جميل جدا ومش قادره اوصف لك الريحه، والله بامانه ريحتها تجنن. يعني انا قدامي دقايق وهطلعها وهغرفها قدامك وهوريها لك. طلعتها بقى من الفرن وهوريها لكم اهي قدامكم. بسم الله ما شاء الله، ريحه وشكل حاجه كده تشرفك قدام ضيوفك، وغير الطعم كمان، تمام. هغرف بقى قدامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكي تجربي الأكلة دي بجد يعني. شايفة؟ الليمون مع النعناع خطير يعني. عطي ريحة الاتنين مع بعض خلوكي كده يعني مش قادرة تصبري انها تطلع من الفرن. طبعا مش قادرة اقولك بقى ان انا لا انا هدوقها قدامكم عشان مش هستنى الفيديو يخلص وهوريكي بقى استوت ازاي يعني بجد مش قادرة. بصي حتى الصدر بتاع الفراخ يعني استوى لدرجة شايفة؟ بصي بصي الشكل رهيبة 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 يعني. دوقها بجد رائعة رهيبة. انا اكلمك وانا باكل. استني بس فيها شوية. لو عجبك الفيديو يلا اشتركي في القناة واعملي لايك وفعلي الجرس عشان عندي فيديوهات كتيرة هتعجبك.